نشوفوا اليوم حالة يعني يعجز اللسان عن تعبيرها، ونشوفوا يعني زاد نوع، شفنا زاد اليوم نوع حشرات جديد في السقية نتاعكم اليوم. والله نحن متسكنين زي سوسة حي سيدي بوزعبية، فهمتي ولا، نستغيث للتلفزة وللدولة ولرئيس الدولة، فهمتي، والهيئات، معناها للهيئات يعني الهيئة المتواصلة بالموضوع عضايا، فهمتني ولا، باش ينقذونا من هالكارثة اللي احنا فيها اليوم، معناها فهمتني ولا، 20 سنة. وطلبنا وزدنا طلبنا وتعدينا في الشروق وطلبنا الهيئات الكل، فهمتي، ولا من استجاب إلينا، ماناش عارفين ليش كون مش نشكيه هذايا. صورنا وعودنا، صورنا وقلنا وعودنا قلنا، فهمتني ولا، نحن متساكنين سوسة يندرى فما ذل أكثر من هالبلاصة هذه في الجمهورية، وإحنا متساكنين زاوية سوسة، يعني من سوسة 3 كيلومتر لسوسة، ويقولوا سوسة معناها منطقة توريست ومنطقة معناها، فهمتني ولا، سياحية ومنطقة منار، ما لا، إحنا أنا من متساكني الذل، فهمتني ولا، في سوسة، في قلب سوسة، لمن نستغيث وما نش عارفين لمن نستغيث، فهمتي، لما شكون نطالبوا ما عدناش عارفين شكون نطالبوا، مشينا الولاية، مشينا المعتمدية، مشينا البلدية، مشينا اللوناس، مشينا الهيئات الكل، شنو الحل ما نش عارفينه. السلام عليكم.